بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب برايمري 4. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ليسون 3 بعنوان How the Nervous System Works، ازاي بيشتغل النيرفوس سيستم. كنا قلنا مع بعض المرة اللي فاتت ان النيرفوس سيستم consist of brain, spinal cord and nerves، ودلوقتي هنشوف فيديو مع بعض علشان نفتكر التفاصيل بتاعت النيرفوس سيستم. فهنا بنقول ان الفايف سينسز ريليتد تو ذا نيرفوس سيستم، يعني كل الحواس سواء تيست او تاتش او سايت او سميل او هيرينج من خلال الاورجانس المسؤوله، بيبقى فيه ريسبتوري نيرفز اللي هي الاعصاب المستقبله، بتبعت الرسائل للسباينال كورد وبعد كده للبرين. وشبهنا البرين بالرئيس، وشبهنا السباينال كورد برئيس الوزراء والنيرفز بالسكرتاريه، وقلنا ان النيرفوس سيستم هو اللي بيدير كل اجهزه الجسم، هو المدير بتاعهم. وقلنا ان العين والقلب متصله مباشره بالبرين، فادي قدامنا اهو البرين وادي السباينال كورد موجود في الباك بون في العمود الفقري. اما النيرفز فهي منتشرة في الجسم كله، طبعا هنا الفيديو بيوضح ان النيرفز منتشرة في كل حتة في جسمنا. السنسوري اورجانس بتسلم من خلال النيرفز الرسائل للبرين في النهاية، والبرين بيعمل ريسبوند. وطبعا الرسائل ديت بتبقى في صورة electrical impulses، نبضات كهربية بتمر عبر النيرفز. sensory receptors اللي هي المستقبلات الحسية اللي هي الأعصاب. زي ما احنا بنشوف هنا اهو، لو لمسنا حاجة سخنة بنبدأ ان احنا نبعد ايدينا بسرعة. فكده معنى كده ان الريسبوند جه من البرين. طيب، فبنقول collecting information inside and outside the body، يبقى النيرفوس سيستم بيعمل ايه؟ بيجمع المعلومات من داخل الجسم ومن خارج الجسم. بمعنى لو في ألم في جزء من جسم الإنسان، بيتم ارسال رسالة داخلية والانسان بيشعر بدوت. وبرضو لو في information from the environment، بتجمع معلومات من البيئة المحيطة ليك من خلال السنس organs وتتبعت برضو للبرين، then send to the brain through nerves. Number two, components of nervous system is connected by nerves around the body. النيرفز الأعصاب transmit بتنقل information المعلومات from sensory organs to the brain in a form of electric impulses. Number three,
the brain proceed this information. يعني البرين بيعالج هذه المعلومات، بيحللها and sends a respond، ويبعت الرد. الفانكشن اوف نيرفس سيستم بنقول نمبر 1 وظيفه النيرفس سيستم ايه؟ gather information، تجميع المعلومات through sensory organs، من خلال اعضاء الاحساس اللي هم بقى الايز والايرز والسكن والتانج والنوز. translate information يعني ترجمة المعلومات وتفسيرها through brain. number 3 tells body what to do اللي هو respond الرد. الاكزامبل هنا when ears hears sounds waves of chirping bird، لما الودن كده تسمع زقزقة العصافير. فدلوقتي السنسوري ريسبتورز الموجودة في الايرز اللي هي الاعصاب، المستقبلات الحسية الموجودة في الاذن اللي هي الاعصاب، تبدأ تستمع للتشيربنج بيرد اللي هو زقزقة الطائر، وتبعتها للبرين، فالبرين يعمل ترانسليت وترجمة للصوت دوت، فده صوت طائر وجاي من فوق، فبالتالي ريسبوند ان انت مثلا يجي لك البرين يقول لك طب بص كده شوف الطائر دوت شكله عامل ازاي، فانت تبص بعينيك لفوق. طيب بالنسبة للساوند ويفز، الموجات الصوتية هي type of waves transmitted from ears، بتنتقل من الأذن to the brain، يبقى الساوند بنسميه ساوند ويفز، موجات صوتية. note some messages are transmitted بتنتقل so fast like reflex action اللي هي الافعال المنعكسة او بنسميها reflexes بمعنى رد الفعل. the reflex action دوت هو type of messages transmitted as so fast بتنتقل بسرعة جدا، وديت بتكون لحمايتك من الخطر، زي ما ايدك مثلا تيجي على شوكة فايدك تلاقيها عملت withdraw يعني انسحبت بسرعة جدا، او ان في حاجة مثلا وانت ماشي هتخش في عينك فتلاقي عينك عملت blinking بسرعة كده، رمشت بسرعة بحيث تحمي عينيك، يبقى you blink your eyes when something comes near to it. your hand move away quickly when you touch a very hot object زي plant spines أشواك النبات. و some messages are transmitted automatically like a signal to breathe، في بقى رسائل بتبقى تلقائية كده شغالة طول الوقت من البرين لأنه بيدير القلب. بعد كده معانا سؤال parts of nervous system work together، ليه أجزاء النيرفس سيستم بتشتغل مع بعضها؟ give reason. number 1 to sense the information الإحساس بالمعلومة، interpret information بمعنى تفسير المعلومة، send signal to body to react إرسال إشارة للجسم ليتفاعل مع الوضع. طيب آخر سؤال معانا هنا في lesson 3 what happened without all parts of nervous system، بدون أعضاء nervous system إيه اللي هيحصل؟ فببساطة the person might not receive الانسان كده مش هيستلم ولا send or react to information، يعني مش هيقدر بقى يتفاعل مع المعلومات لانه اصلا ما استلمهاش. بكده نكون خلصنا lesson 3 على خير. دعواتي ليكم جميعا يا رب بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.